سيد تيسير، لماذا تطورت الخلافات بين حركة فتح والأسير مروان البرغوثي ولم تعمل الحركة على حلها لتوحيد الحركة والاستعداد لهذه الانتخابات؟ يعني كان قرار الأخ مروان يوم أمس قرارا مفاجئا، كل التوجهات كانت تشير بأنه سيدعم قائمة حركة فتح، وكان من المفروض أن تكون هناك زيارة ثانية للأخ حسين الشيخ للأخ مروان. يبدو أن الأمور لم تجري كما كان مخطط لها، وبالتالي يعني ما الذي دفع الأخ مروان؟ ما هي يعني المعلومات التي وصلت؟ أي إشكاليات لم تحل بالنسبة إليه؟ لا نعرفها، ولكن يعني فعلا كان قراره قرارا مفاجئا، لأنه يعني كان ينوي منذ اللحظة الأولى، وكنا نعرف ذلك، بأنه يحضر نفسه للمرحلة القادمة، المرحلة الثانية من المراسيم، ألا وهي مرحلة الرئاسة، بأنه ينوي الترشح للرئاسة. وهذا يعني أبداه في معظم يعني التسريبات التي كانت تتسرب من داخل سجن هدريم. نعم، ولكن الآن يعني اتخذ قراره، ويعني أقول أنه لا يوجد ثلاث قوائم لحركة فتح، هناك قائمة واحدة تحمل اسم فتح، وهناك قوائم أخرى. وكأنك سيد تيسير، يعني من خلال كلامك أفهم وكأنك تلقي مسؤولية الخلاف هنا وأسباب عدم الاتفاق على الأسير مروان البرغوثي، هل أفهم ذلك من كلامك؟ ماذا مرة ثانية؟ يعني هل أفهم منك أنك تلقي بالمسؤولية على الخلافات على الأسير مروان البرغوثي لعدم وصول توافق بينه وبين حركة فتح؟ نعم، يعني كان قراره كما قلت قرارا مفاجئا، وهو يحظى باحترام الجميع، كل يعني أعضاء حركة فتح وكوادرها وقيادتها، وهو جزء من هذه القيادة، عضو في لجنتها المركزية وعضو أساسي، وحظي بأعلى الأصوات في المؤتمر السابع. لذلك يعني أن يقدم على هذه الخطوة دون أن يعطي مبررات قوية لكادر الحركة ولهيئات الحركة وفي لجنتها المركزية بشكل مباشر، ولكن سيد تيسير، يعني الخلافات داخل حركة فتح لا تقتصر على رغبة الأسير مروان البرغوثي بها، هناك كان تمرد داخل المناطق والأقاليم، هنالك خلافات وانشقاق كبيرة على الأسماء داخل حركة فتح، ولا يخفى على أحد حصول ذلك، كيف تفسر أسباب هذا الانشقاق الكبير داخل حركة فتح؟ لا، أولا ليس انشقاقا، هناك وجهات نظر فيما يتعلق بأن يضم في قائمة فتح أسرى، لدينا وجهتي نظر، البعض يقول لابد من أن يكون أسرى داخل سجون الاحتلال من رموز الأسرى في قائمة فتح، والبعض يعني وجهة النظر الأخرى تقول ماذا يعني نريد لأسرى أن لا يكونوا فاعلين في مجلس تشريعي الكل ينظر إليه بأهمية بالغة. ولكن ما يجري الآن في المناطق وفي الأقاليم وفي يعني كل كادر الحركة، هذه عملية ديمقراطية، فتح حركة واسعة تنتشر في كل زقة وفي كل شارع وفي كل حارة ومدينة ومخيم، والديمقراطية فيها أمام الجماهير وأمام شعبها، الكل يعرف، خاصة في يعني نجري انتخابات في عهد الفيسبوك، بلحظة كل الأخبار تكون منتشرة على الفيسبوك. لكن هناك التزام يعني من قبل أقاليم حركة فتح ولجان الأقاليم بقائمة حركة فتح، وأن الكل سيلتف حول هذه القائمة عندما يعني يتم تسليمها خلال هذه الساعات القليلة القادمة.